وش نقول لك، اضطريت الله اللي عالم بيا، وظروفي كانت صعيبه، ولحد الساعه الان دابا انا ظروفي صعيبه بزاف اكثر من الاول، فهمتي؟ انا عيطت لي قلت لي باش الدريه، انا كنت في دارنا، قلت لي شوف الدريه راه خاصنا نحطوها في الحاله المدنيه، عندك تنساو داكشي؟ قال لي لا صافي راه، لا صافي راه قامت بنا بالواجب. هذيك الثقه اللي ثقت فيه ثقه عمياء، بحال في الاخر بحال هزني وردخني، ما عرفتش راسي باش تلقيت راسي في الزنقه، لقيت راسي انا تنطل في الجوامع، لقيت راسي لقيتي راسك والده ثلاثه الوليدات. هذا كنت نقول انا الام ما عنديش، كنت نقولها انا، كنت نقولها للناس، كنت نقول لهم انا الام ما عنديش، ولكن انا الام عندي وما عنديش. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة سيدي البرنوسي. دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية، معنا الأخت مريم اللي كانت كتعاني من مشاكل اجتماعية وعائلية، قلة شي وبزفت المشاكل اللي اضطرتها أنها توافق على أول واحد غادي يطرق الباب ديالها باش تزوج به. خليكم معنا باش نتعرفوا اكثر على الحاله ديال مريم. السلام عليكم مريم. وعليكم السلام ورحمه الله. عاودي لنا القصه ديالك من الاول. انا القصه ديالي السيد هذا اللي هو الاب ديال اولادي ما كانش عندي به شي علاقه، كان واحد السيد كان بغى يتزوج بامي، هو اللي شافو في عين سبع، قال لي واحد السيد مزيان وباين عليه ولد دارهم وداك الشيء، يعني باغي يتزوج. قلت لي صافي ماشي مشكل، انا عندي باش توافقت ما عرفتش عليه حتى شي حاجه، قلت صافي غير ماشي مشكل. برغم بانني عندي مشاكل عائليه واضطريت بانني قلت نتزوج بهذا السيد باش نتفادى دوك المشاكل وباش ما نوقعش بزاف من الحاجات، يعني باش قلت لهم نتزوج باش ما نوقعش بزاف من الحاجات. اختاريتي لهم تزوجي قلتي باش نقص شويه على المصاريف على الام ديالي. هذاك الشيء اللي كاين باش نقص شويه على المصاريف ديال الام ديالي حيت هي ما عندهاش، وطريت نتزوج بهذا السيد. صافي جمعنا الوراق ديالنا، مشينا عند هذا العدول حدا الجامع الجزائري استاذ عبد الرحيم، دفعنا ليه الوراق، سنينا في دفتر لوجيستر. صافي مشى على الملف المحكمه. المحكمه صافي من هذا ملي مشى الدوسي للمحكمه كتسناو كتاخذوا واحد الروسي وكتسناو باش يجيكم لاك. تنتسنى باش يجينا سميتو، يعني في الاخر ملي مشيت عند العدول حيت بحال تعطل شويه، هذا قال لك راه ما تقبلش حيت عندك الورقه، حيت انا كنت ديجا مجوجه عندي لاك ديالي مباري، قال لي راه ما تقبلش لاك ديفورس، لاك ديال الطلاق. ديال الطلاق عندك مباري، قالت لي قال لك هو ما عندوش المشكل، انت اللي عندك المشكل، دونك خاصك تمشي للمحكمه باش تجيبي لاك ديالك. قلت لي صافي واخا، نسخه اخرى كامله من عقد عقد الزواج، عقد طلاق ديال الطلاق ديال الزواج. قلت لي صافي واخا. نقربوا المشاهد انك انت كنتي مزوجه وطلقتي ورجعتي للبيت ديال الام ديالك، وملي جاك هذا السيد قلتي نعاود نتزوج. الراجل الاول ما عندك معاه حتى شي وليدات؟ لا ما عندي معاه حتى شي وليدات، هذا اللي عندي مع الوليدات، عندي ثلاث وليدات معاه. صافي مشيت، قلتها للراجل السيد اللي كان باغي ياخذ ماما، قال لي شنو درتي؟ قلت لي ها اللي كاين وها اللي كاين، عطاني 5000 ريال، قال لي باش تعطيها باش تمشي تجيبي هذا ورقة طلاق. الزوج ديالك مالو؟ علاش ما جبتش هو ديك ال 5000 ووقف معاك باش تقادي الوراق ديالك؟ ما بينش، يعني ما عطانيش، هو عطاني هذاك السيد، هو يقول لي هو يقول لي هاكي جبيه سميتو. صافي من مشى هذاك السيد ويقول لي صافي عطيني انا نمشي نجيب نمشي للمحكمه ونمشي نجيبه. عطيني انا نمشي نجيبه، عطيتو لاكارت ناسيونال ديالي، عطيتو هذا
قلت له هذه الورقه ديال سميتو باش يجيب عليا. قال لي صافي انا تنتسنى باش يجيب هذيك الورقه. من جا في العشيه قلت لي اشنو درتي؟ قال لي صافي راه هديت الورقه جبتها وديتها للعدول. صافي تنتسنى تنتسنى ويقول لي راه الورقه ديال هذا الزواج هذاك سميتو غادي يخرج منين؟ اليومين ولا ثلاث ايام لاكت لاكت اه. قلت لي صافي واخا. من مشى قلت لي وها انت؟ قلت لي راه باقي ما جبتيش دابا دات يعني يومين ولا مع ثلاث ايام. قلت لي راه باقي ما جبتيش لاكت. قلت لي نمشي الا ما جبتيش انت راه غنمشي انايا. قال لي صافي راه غادي نمشي. عيط لي في التليفون قلت لي واه عندك تنسى ما تدوش عند العدول تجيب. قال لي صافي انا غادي ندوس عنده. صافي انا قلت زعما راه داز عنده داك الشيء يعني كان ديما بحال كان يعني انا كنت ثيقه فيه بزاف وما كنتش عارفه انا تنا في نفس الوقت بصراحه يعني بحال كنت غشيمه. ولكن دابا قولي لي ما جاكش في الاول هاد الزواج كما كنقولوا بالعربيه بالدارجه ملاوط شويه؟ كيفاش يعني واحد الانسان كان خاطب امك هو اللي غادي يجبد 5000 ريال باش يعاونك باش انت تجيبي لاكت الا كان هذا اصلا ما قادش حتى على الاوراق ديال الزواج؟ كيفاش قبلتي بها اختي مريم؟ انا ما خممتش بصراحه. انا وليت نقول صافي غير نحيد عندي مشاكل عائليه بزاف وش نقول لك اضطريت الله اللي عالم بيا وظروفي كانت صعيبه ولحد الساعه الان دابا انا ظروفي صعيبه بزاف اكثر من الاول. دابا بقى كيتهرب راجلك مره هكا مره هكا حملتي بالبنيه الاولى؟ حملت بها صافي. قال لي انا راه مشيت ديت لاك تاع دارنا صافي درت سميتو مشينا لد بالك راه واخد لاك دال دال دارهم حيت يقول لي انا حتى حاجه ما تنخبي يعني اي حاجه. قال لك لابون ديال التصاور توا كان توا ديجا مجوج. قال لك بان كلشي تيخبي عند مو من حيت انا يعني في راسي انا داك الشيء. انا قلت صافي من خباه يعني صافي راه صافي هذاك الشيء اللي تلي كاين. صافي مشينا درنا واحد فات شي حاجه شي شهرين بحال هكاك مشينا لدارهم. هذيك الساعه باقا انا يلاه تنتوحم بمالك ما عاودتش ما قلتش لهم شنو لاكت بحال هكا ما قلت لهم والو. صافي فرحوا بيا وهذا بحال هكا صافي جينا بحالاتنا. صافي بقيت صافي رجينا للدار فين ساكنه انا في عين سبع. غادي تولدي بنتك في السبيطار؟ صافي من وصلت لي الوقيته ديال الولاده جاني الوجع داني للسبيطار محمد الخامس. ولدت من بعد من ولدت جيت لدارنا يعني في السبيطار وقع واحد المشكل بين ماما و بيناتهم وقع واحد المشكل الزوج ديالك. واش نقول لكم انا كنت تنقول بغيت نقول واحد فهاد تنقول فهاد هذا كنت تنقول انا الام ما عنديش كنت نقولها انا كنت تنقولها للناس كنت تنقول لهم انا الام ما عنديش ولكن انا الام عندي وما عنديش حيت الام اللي اللي ما تتشدنيش والام اللي ما حيت الوقت انا فاش حولت ملاك باش تشدني ولكن ما شدتنيش. علاش بغاش تشدني؟ رجعت لعندو من رجعت لعندو صدقت حمل. ملي سمحي لي قبل نكملو ملي ولدتي غادي تحتاجي لاكت في السبيطار غتحتاجي لاكت ولاكارت ناسيونال ديالك وديال الزوج ديالك ما عقتيش؟ حطيت بلا ما والو والو يعني كنت ثيقه في هذاك السيد بزاف. ولكن ما يمكنش بزاف على الثقه ملي ولدتي بنتك ما غتحطوهاش في الحاله المدنيه؟ لا راه هو قال لي انا حطيتها في الحاله المدنيه فهمتي. انا عيطت لي قلت لي باش الدريه انا كنت في دارنا قلت لي شوف الدريه راه خاصنا نحطوها في الحاله المدنيه عندك تنساو داك الشيء. قال لي لا صافي راه صافي راه قامت بنا بالواجب. انا صافي قلت صافي راه ماما كانت تقول لي عندك انا بالي السيد راه ماشي هو هذاك عندك استولي. قلت لي ماما راه قال لي راه ما يمكنش لي ما يمكن زعما كاين راه كانت عندك واحد الثقه عمياء. كانت عندي واحد الثقه عمياء بزاف لدرجه هذيك الثقه اللي ثقت فيه ثقه عمياء بحال في الاخر بحال هزني وردخني ما عرفتش راسي باش تلقيت راسي في الزنقه لقيت راسي انا تنطلب في الجوامع لقيت راسي لقيتي راسك والده ثلاثه الوليدات بلا لاكت لا بلا ما مقيدين في الحاله المدنيه والو ما مقيدين في الحاله المدنيه لا والو كتحملي شويه المسؤوليه اختي مريم ياك؟ واش نقول لك انا ما كنتش عارفه شهاده لي الله هي ما كنتيش عارفه ولكن خصني نسول على راسي نوقف على راسي على قبل دوك الوليدات ديما تيقول لي صافي انا راه صافي رانا راه دخلتهم راه هادي ما سجلتهم وهادي صافي صافي. انا يعني كنت دايره في واحد الثقه كبيره ما كنتش عارفه بان هاد السيد غادي يدير هاد الشيء فهمتي يعني تيبان لي السيد بعقله ما غاديش يدير تنقول ما كاينش شي واحد اللي غادي يخاطر بولاده وما غاديش يدخلهم فهمتي في الحاله المدنيه وهذا وبحال هكا. توصل بان السيد ما دارش معايا هكا لا حاله مدنيه لا حتى شي حاجه
وليتوا ربعة الضحايا، كنتي بوحدك وليتوا نتوما ربعة، ثلاثة الوليدات وانتي. هذاك الشيء اللي كاين دابا. اليوم اختي مريم شنو كتطلبي؟ دابا انا راه ما عنديش فين نسكن، انا وليداتي مضيعين مشردين، بغيت شي حل يدير لي لهاد الوليدات، ما يبقاوش بحال ما هكا. يعني الدريه من غادي تكبر غتلقى راسها ما ولا الدري ولا الاخرى ولا الدريه الصغيره يلقاو راسهم ما عندهمش. يعني بغيت شي حاجه دار لهم. الله يجازيكم بخير. تنطلب من الناس اللي في المغرب واللي في جاليه اللي برا يعاونوني ويساعدوني، بانني انا ما انا ظروفي مع ولادي ما عنديش فين نكون. وهاد الراجل اصلا انا ما كنت معاه كان تيجري عليا، ومي ما تتشدنيش، لهذا انا تنقول ما عنديش امي، حيت انا كنت تنقول ما عنديش امي، حيت بالفعل هي كاينه وما كايناش. يعني ما عندها حتى شي اهتمام بيا، ما تتقول لي لا جي عندي لا حتى شي حاجه، واخا كاع نمشي عندها تتجري عليا. يعني ما عندهاش شي علاقه بيا، ما عندهاش شي علاقه معايا. انت مريم هذا البيت اللي حنا فيه دابا ديال من؟ وديال الزوج ديالي. جيتي بزز منه، المهم ما لقيتي فين تمشي؟ قلتي لي كون انا كنت في الزنقه، وعيطت للجمعيه اللي كانوا معايا وقلت لهم انا في الزنقه وتا واحد ما نقدني، تا واحد ما جا عندي، ودابا انا اضطريت وجيت عند هذا السيد، ولكن ما السيد ما بغانيش وجرى عليا. ودابا انا في يعني في اي لحظه دابا غادي نخرج. مضطره انك ولكن انا في اي لحظه غادي نزيد. قلنا كيفاش حتى الصراحه هذا البيت اللي شفناه ما يمكنش يعيشوا فيه دراري صغار، وما يمكنش يعيش فيه حتى واحد كبير. هذا الشيء اللي تنشوفوا هنايا راه صعيب بزاف. راه واش كيفاش كتعيشوا بحال هكذا؟ معذبين بزاف، وتيجي وتيجي شارب وتيتكرفص علينا وانا والابناء ديالو، وتيقول لي سيري بحالاتك، خرجي عليا بحالاتك. واخا كيجري عليك دابا كضطري انا تيجري عليا بصراحه، تيجري عليا وتنضطر، حيت ما عندي فين نكون. انا ما عندي فين نكون، ما عندي لا عائله، ما عندي حتى حد. تمشي للزنقه، تمشي نطلع في الجوامع، ما تلقى ما تناكل انا وليداتي. تمشي انا وليداتي بجوج، انا وبنياتي بجوج، وتنخلي لي الدري. دابا اضطريت ندي الدري وندي الدريات، حتى الدري خصني نقدو حتى يكون معاه في الزنقه. وقالها لي، قال لي ماما ثلاثه الليل، وتنقول لي بابا بغيت نعس، وما تيبقى يدور بيا في الزنقه هو سكنه، تيبقى يدور بيا ولا تيخليه عند الناس والناس تيعذبوه تيكرفسوه. هذا الاب غير مسؤول. نبغيوك انت مريم تكوني مسؤوله. الناس المحسنين اليوم كنظن ربما يقدروا يعاونوك انك تلقاي مسكن ليك ولوليداتك، ولكن خصك توقفي على ورقات وليداتك انت. اليوم مدونه الاسره الحمد لله كاين القانون عطيك انت انك الحق تقيدي وليداتك وديريهم بسميه ديالهم، واصلا كاين الاب ديالهم، يعني ماشي مجهولين الاب، راه كاين الاب الحمد لله. الا بغيتي توقفي على هذا الشيء راه تقدري توقفي عليه. انا كنطلب من المغاربه صراحه، حيت ولينا غاديين غير بالمحسنين مؤخرا، فكنطلب من المحسنين ولا كاينه شي جمعيه حقوقيه بصح كتهتم بالامور ديال النساء اللي في وضعيه صعبه، الاطفال نشوفوا في هذوك الوليدات الصغيورين صراحه، يدخلوا في هذه القضيه هذه، يعاونوا مريم ولو انها بعدا تصيب الوريقات. اللي كنأكد عليه هو ان الوريقات ديال وليداتها يصيبوهم باش يقدروا يمشوا للمدرسه، يقدروا يعيشوا مزيان، ومن بعد اي حاجه اخرى راه بشويه غادي تجي ان شاء الله. واللي يقدر يتعاون معك بشي خدمه او شي محسن يعاونك بعدا باش تلقاي غير شي مسكن اللي لائق، لان صراحه ما نقدرش نوصف لكم الوضع هنايا في هذا البيت هذا صراحه، راه صعيب. وانا يعني كنتالم ملي غادي نشوف الدراري صغار وام ما يمكنش يعني حتى متشرد ما غاديش يعيش هنايا، ما لا حول ولا قوه الا بالله صراحه. كنتمنى ان الناس يتفاعلوا معاك، كنتمنى ان الرساله ديالها توصل للقلوب ديالكم. شكرا على تتبع الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.